طبعا اليوم عندنا مؤتمر صحفي بخصوص 4 ملفات موجودة على الساحة البصرية وجاي تتفاقم يوم بعد يوم، اللي هو ملف تشغيل العاطلين عن عمل البصرة ونشوف العمالة الأجنبية اللي موجودة، وملف الصحة، ملف المياه اللي إن شاء الله عقد المياه مال البحر، تحلية مياه البحر، وملف قانون النفط والغاز. هذين الملفات مهمة أمام البصرة، يعني أما تظلم البصرة بشكل مستمر ومتعمد، وأما تحل هذه المساعات. اللي نقول مفروض مكاتب التشغيل اللي موجودة بالمحافظة تفتح أفرع بالأقضية والنواحي وتراقب العمالة الأجنبية اللي موجودة، شلون نطوهم تصاريح أمنية. اثنين، وزارة النفط المفروض تراجع العقود بملف تشغيل العاطلين، تشغيل الأجانب، يعني كلهم عمال ما يحتاجون خبرة مسجلة كخبير وعايف ابن البصرة، اللي تقول انت 80% تروح للشركات ما تلقاهم 80%، وخاصة عمالة البصرية، يعني نشوف جيب من المحافظات والأجانب موجودين، بينما ابن البصرة ما موجود لأنه ما عنده نفوذ داخل مكتب التشغيل ولا عنده واسطات من هذه الأمور. أول شيء مكتب تشغيل ما جاي يساعد، المكتب الغير التشغيلي، مو مكتب التشغيل، مكتب محافظة البصرة مكتب تشغيل، نطالب يسوون مكتب تشغيل في قضاء الزبير، هاي أول شغلة. يعني أغلب الشباب الزبير حاليا، يعني والله العظيم عندي جماعة خبزة ما عادها تاكل، عندنا جماعة احنا منظمين عن تقريبا مال 3 نفرات، احنا بال 500 نفر عندنا جروب من مناطق مجاورة بالزبير، يعني مو كل الزبير، انا تقريبا يعني سرين شغل بالمصفى الشعيبة، يعني شو اقول لك، هنود جاي يطبون بال 150 نفر باليوم، تحاكيهم يقول لك تعال شنو انت وشنو تحكي، ذاك اليوم خابرونا جماعة شنو تجيبون، جماعة تريد تاخذ شركات بروسكم، واحنا جايين والله جايين طالب بس نريد العالم تشتغل، شباب الزبير بس هاي بس نريدها تشتغل. يعني ليش تجيب الهندي؟ يعني هسه قال لي اريد لي مهندس، اجيب لك مهندس، بس راهو اجيب لك مهندس، ليش تجيب لي مهندس من غير محافظة؟ ليش تجيب لي مهندس من غير دولة؟ يعني بس قال لي هاي السالفة، جيب تريد عامل اجيب لك، تريد لي مساحة اجيب لك، تريد ريجر اجيب لك، من كل النواحي اي شيء تريد اجيب لك، يعني ليش تجيب من غير دولة؟ بس نريد نعرف هاي السالفة. العمالة الأجنبية كثرت، يعني أزيد من 80% العمالة العراقية البصراوية قليلة، اللي يشتغلون بالشركات العراقية جاي يفتزونهم بحيث يريده يبطل شو ما كان حتى على مود يجيب عامل أجنبي، يوميات ما جاي يطون راتب كل تشهر يلا يطي مرة، يعني بحيث يستفزون العامل العراقي بحيث يجيبون عامل أجنبي. شنو الأسباب ما نعرف، شنو الغاية من عتها ما نعرف، المصفى الجديد معدوم حاليا ما عليه اي نظرات، منو اللي كاظ ما تعرف، الغايه من هذا الموضوع ما نعرف شنو هو. فاحنا نطالب كشباب بصريين بالعمل، نطالب يوظفون الشباب، هاي ليش اللي جاي تنحرف، اللي جاي يطلع بغير طريق. نعم، حقيقة اليوم يعقد مؤتمر صحفي خاص بيعني نشطاء البصرة، وكذلك دعوة من مركز العراق لحقوق الإنسان، هو أهم المطالب التي ستقدم إلى الحكومة الاتحادية. هو هناك ملفات يعني عاجلة، وهناك زيارة مرتقبة من قبل رئيس الوزراء والكابينة الوزارية. أهم الملفات التي ستطرح هو ملف التلوث البيئي والأمراض السرطانية، حيث أن هناك فشل واضح من قبل المؤسسات داخل مدينة البصرة ونقص الأدوية وما شابه، وبالتالي يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من قبل هذا الملف. أيضا الملف الآخر هو ملف تحلية المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بجميل الترحيب بالسادة الضيوف والأخوة والأخوات الناشطين، مؤسسات المجتمع المدني. حقيقة اليوم اجتمعنا من أجل ملفات مهمة تخص محافظة البصرة، الخدمات بالدرجة الأولى. يعني من خلال وجود السادة المحترمين اجتمعنا اليوم الأحد المصادف 20 من شهر نوفمبر لعام 2022 لنتناول أهم الملفات التي تخص حياة المواطن البصري، حيث نلاحظ التهميش الواضح من قبل الحكومات المتعاقبة اتحاديا للبصرة من خلال عدم إعطائها الاستحقاقات القانونية، وكذلك عدم توسعة الصلاحيات، وفي نفس الوقت عدم وجود رقابة حقيقية على أداء الحكومات المحلية من ناحية الصرف المالي، وكذلك أداء ومستوى الخدمات ونوعيتها، ومما انعكس سلبا على حياة المواطن عموما في البصرة
ولا ننسى الاحتجاجات المستمرة طيلة السنوات السابقة ولحد الآن، والتي يعني على أثرها سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من أجل الحقوق لحياة كفلتها كل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي نطالب الحكومة الوفاء بوعودها بالنسبة لملف مياه البصرة. النقطة الثانية طبعا يعني المادة 23 أولا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول لكل شخص حق العمل وفي حرية اختيار عمله، وأيضا من النقاط التي تؤكد على يعني حق العمل للشباب البصريين. نلاحظ أيضا جيوش من العاطلين عن العمل في محافظة البصرة وسط إخفاق واسع من قبل مكتب التشغيل عدم احتواء الشباب. يعني حضرنا أكثر من مظاهرة لشبابنا البصريين سواء في مركز المدينة أو في الأقضية والنواحي، نلاحظ أن هناك تهميش للشباب البصريين من ناحية عدة نقاط. أولا وجود الشركات الأجنبية وكثرة الأيادي الأجنبية وعدم أنصاف البصريين بهذا الموضوع. ثانيا جولة التراخيص لم تطبق بالشكل الحقيقي على مستوى كسب الأيادي الوطنية وكذلك تقليل الأيادي الأجنبية، وبالتالي هذه النقطة مكلفة بها الحكومة الاتحادية أن تفي بوعودها من خلال تطبيق هذه القوانين التي كفلها الدستور في باب الحريات والعمل وكذلك كل المواثيق الدولية. أيضا النقطة الثالثة ملف التلوث البيئي والأمراض السرطانية، كان لمركز العراق لحقوق الإنسان عدة جولات وعدة زيارات في أبرز مناطق هي شمال البصرة، حيث ارتفعت نسبة الإصابات في اليوم الواحد ربما إلى 700 إصابة أو شهرين. وبالتالي الحكومة الاتحادية الحالية أو السابقة لم تكترث لهذه المواضيع الصحية المهمة التي أيضا تخص حياة المواطن البسيط. وبالتالي هذه النقاط التي نتكلم بها يجب أن تكون الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية يعني تضع لديها أولويات، ونحن في مركز العراق لحقوق الإنسان أطلقنا رؤية 22-25. هناك مستشفيات في البصرة لم تنجز لحد هذه اللحظة، من ضمنها المستشفى التركي وكذلك المستشفى الصيني في أبي الخصيب، أيضا إلى مناطق شمال البصرة. وبالتالي ازدياد الأمراض السرطانية وتلوث البيئة والتربة يعني يلاقيها ويقابلها إهمال واسع من قبل الملف الصحي على مستوى يعني صحة البصرة أو على قضية الحكومة الاتحادية. لذلك نطالب أن يكون إنشاء لصندوق، يكون إنشاء صندوق لدعم الأمراض السرطانية، يكون مقر في البصرة ويدعم من قبل وزارة الصحة وبأيادي أمينة بمشاركة مؤسسات دولية أيضا. أو ثانيا أطالب بأن يكون إنشاء مستشفى مشابه لمستشفى 57 في مصر. هذه المواضيع طالبنا بها أكثر من مرة من باب رقابتنا وصلاحيتنا من باب التوصيات، ولكن نتمنى من هذه الحكومة أن تلبي وأن تنفذ هذه المطالب. أيضا النقطة الرابعة والمهمة جدا ملف الحريات، نلاحظ في محافظة البصرة هناك تكميم للأفواه من قبل يعني بعض المتنفذين في السلطة، تحاول إسكات أصوات الصحفيين أو من باب الناشطين. وخير دليل على ذلك أنه يوم أمس شاهدنا يعني اعتداء على أحد الصحفيين في محافظة البصرة، وهذا يعتبر يعني عدم وجود قانون وعدم وجود حماية لكل من يتكلم بالحقيقة سواء في عملهم الصحفيين أو في كذلك عمل النشطاء. فبالتالي أعتقد رئيس الوزراء قبل أيام أطلق إيميل خاص بقضية التعذيب وقضية الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، فأوجه ندائي من خلال هذه المؤتمر الصحفي وعبر الواقع أقول لرئيس الوزراء إذا أردت أن يعني تساعد البصريين وأن تفي بوعودك عليك الإتيان بالبصرة، علما أن هناك يعني سمعنا أخبار أنه رئيس الوزراء سوف يأتي إلى محاط البصرة. فبالتالي نتعامل بالواقع، نبتعد عن السياسة، فنقول الخدمات يجب أن تتحقق في البصرة. أترك الكلام الآن أعتقد لممثلية تنسيقية الأخوة التربويون الذين للأسف الشديد تم سرقة أموالهم من قبل يعني هيئة التقاعد أو وزارة التربية. تتفضل ست بتول الربيع. تفضل ست الربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن متقاعدو تربية البصرة، تمت إحالتنا إلى التقاعد
تولد 61 و62 وإلى الآن لم تصرف لأكثر من سنة وسبعة أشهر، إلى الآن لم تصرف رواتبنا التقاعدية، علما أن الدستور ضمن لنا حياة حرة كريمة في ظل حكومة جديدة. من موقعنا هذا، من موقع حقوق الإنسان، نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية برئاسة السيد السوداني أن ينهي معاناتنا، معاناة التربويين المتقاعدين. أكثرهم مرضى سرطان، اللي ما عنده دواء يشتري، اللي أولادهم عندهم كليات، اللي ما عنده يسدد أقساط. وأكثرنا إحنا التربويين قطع أراضي لم تسف، أكثرنا ساكنين الإيجار. فنطالب من هذا موقعكم، موقع حقوق الإنسان، أن توصلون صوتنا إلى الأستاذ السوداني لحل قضيتنا. شكرا جزيلا. دكتور قائد الصافي، دكتوراه قانون دستوري. طبعا عند استعراض النصوص الدستورية اللي نص عليها الدستور 2005، دستور النافذ، نجد يعني أغلب النصوص اللي أو أغلب الحقوق اللي انعطت للإقليم هي انعطت للمحافظات غير المنتظمة في إقليم. يعني أغلب النصوص تذيل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. يعني شنو هذا؟ شك وحق موجود للإقليم المفروض يمنح للمحافظات غير المنتظمة في إقليم. يعني حقوق كثيرة من ضمنها، يعني من أعلاها، من أقلها إلى أعلاها. يعني الاختصاص اللي ضمنته المادة 115 أنه ضمنت جزئين، شقين. الشق الأول قال الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ما ينص عليها يكون للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. وعند الاختلاف بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، يفضل قانون الإقليم وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، على الرغم أنه المحافظات ما يحق لها تشرع قوانين، مع ذلك هذا الامتياز انمنح للمحافظات غير المنتظمة في إقليم. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما يتعلق باللقاء اليوم والمؤتمر هو نتيجة الخدمات الضعيفة والخدمات المتلكئة التي تقدم إلى المواطن أو محافظة البصرة بشكل عام. وجميعا شاهدنا قبل أيام، قبل أقل من أسبوع، الأمطار أرققت بها مدينة البصرة، وبيوت أحياء بالكامل لا تستطيع الخروج من بيوتها بسبب الماء. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يعني أحد الزملاء ذكر الأخ ما يتعلق ب قانون هيئة الاستثمار. هيئة الاستثمار طبعا احنا كمدينة البصرة لا توجد لدينا مجلس إدارة، أصبح أعتقد أكثر من 3 سنوات، والأمر متعلق بسيادة المحافظ. وأخيرا بناء على طلبات متكررة من قبل المنظمات الاقتصادية تم تشكيل مجلس إدارة وفق قناعات شخصية أو مزاجات فردية، وعليه احنا نطالب دولة رئيس الوزراء إلغاء هذا المجلس، لأنه هذا ليس ضمن الضوابط التي نص عليها قانون الاستثمار. والقانون ينص على أنه تشكيل لجنة مهنية من أساتذة، ويقدم كل المتقدمين إلى مجلس الإدارة، وضمن سيفياتهم يجب أن يكون هناك اختبار واختيار اللجنة، وعليه إحنا نطالب دولة رئيس الوزراء إلغاها. وأيضا نطالب دولة رئيس الوزراء حسب ما متوقع والمسموع أنه سوف يكون هناك مجلس الوزراء في محطة البصرة، نطالب من دولة رئيس الوزراء لقاء، تخصيص وقت للقاء المواطنين من أبناء البصرة لنقل معاناتهم مباشرة. وكذلك أيضا نطالب دولة رئيس الوزراء اللقاء مع المنظمات الاقتصادية في محطة البصرة، أيضا للوقوف إلى التحديات التي تواجه الواقع الاقتصادي. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أمجد العبودي من قضاء الزبير، ممثل عن فئة من قضاء الزبير، 500 شاب كادحين عاطلين عن العمل. المشكلة كالتالي، اللي تريد كافح الجريمة كافحها بمشاريع عندك بالشعبة أو بالرميلة أو بحق المجنون. حد الآن أنا عندي 500 شاب من أهالي الزبير، 14 صار لي 4 أشهر لحد الآن مشغل من عندهم 15 شاب. هاي الأربعة أشهر يعني تقيسها بالكوادر الأجنبية جاي يطبون للمصفى الشعيبة الجديد، المشروع الجي جي سي، تقريبا جاي يطب المعدل للعمالة الأجنبية معدل يومية 150 إلى 200 نفر هندي، وهاي كلها جاي تأثر على الشباب، وجاي الشباب تنحرف إلى طريق
لا يحمل عقباء اللي هو استاذ اسعد العيداني ومحمد السوداني رئيس الوزراء. فنطالبه والناجده بان يشوف حل لهذه الشباب ولهذه الشريحه. واغلب مناطق البصره تعاني، واغلب مناطق الشباب العاطلين عن العمل يعانون من العطاله. لازم نوصل لصوره حل، وعندنا مشاكل هوايه اذا تحبون تسمعونها وتحبون تسيلوني، وهي المشاكل سوف اعطيكم مشاكل الادله والموجود عندي بهذا التليفون. هواي مشاكل عندي، هواي شباب جاي تروح بطريق المخدرات، طريق الكريستال بين قوسين اللي معروفه الدارجه بين اهلنا البصريين. وشكرا جزيلا على المؤتمر وبارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الموضوع اللي جاي أتحدث به، وهو الموضوع الذي ذرفت من أجله الدماء وأعطينا الشهداء، ألا وهو شط العرب. خلي نقول المنارات الفعلية اللي صارت من 2018 لحد الآن، أربع وزارات كانت طرحنا عليهم مشاكل وحلول، ولكن الأذن الصماء حتى تمخض الجمل أو الفئل وفأرة. من ضمن معالجاتهم للمياه أنه مياه البدعة اللي يسمونها مياه البدعة ومصفى أرجيرو حولوه من نهر إلى بايب، يعني ما زادت الإطلاقات المائية مقابل 3 مليار دولار، يعني المتر 7000 دولار على مشروع ما يزيد من الإطلاقات المائية، وهذا تتحمله الوزارة، رئاسة الوزراء. أما الموضوع شط العرب، يعني ذهبنا بالاتجاه الصحيح في تغيير مجرى شط العرب، وحكينا آلاف المرات وعقدت المؤتمرات، ولحدنا ماكو. فيا سيادة رئيس الوزراء الجديد، نحن الآن عازمون وقادمون، عملنا دعوة قضائية على وزارتين، وإن شاء الله بالأيام التالية ينفذ، يعني أيام قليلة وليست أسابيع. دعوة قضائية على وزارة الموارد المائية، واللي يذكرني رئيس وزير الموارد المائية الأقدم، مو هذا القبلة، إجا هنا للبصرة عندما أطرق جرس الإنذار على تسمم المياه وشحة المياه الملوحة، وقال ما نريد أصوات نشاز هذه السنة، ما راح تكون ملوحة وتسمم، لكن بالعكس انه هاي السنة المضت هي اوحش سنة مرت على شط العرب بارقام تلوث قياسية. عمر شط العرب ما تعرض، وهذا نتيجة السياسة المائية للوزارة. والموضوع الثاني اقامة الدعوة على وزارة البلديات. وزارة البلديات هي المسؤولة عن الشبكة المجاري والمياه، وجاي يشوفون المسكوبات مال المجاري، مسكوبات المجاري جاي تسكب في شط العرب والأنهر، وهذه مخالفة يعني دولية. وأنا أتمنى من الإخوان مركز حقوق الإنسان أن يوقفون هذه الوقفة، لأن احنا خلاص بلغ السيل الزوى. لا ننتظر السوداني ولا ننتظر فلان وفلان، أربع وزارات وأنا بإيدي رايح لهم ومطيهم الحل وهم متجاهلين. فإحنا قائمين بدعوة قضائية ضد وزارة الموارد المائية ووزارة البلديات. يعني أسألكم بالله، هاي الأموال اللي صرفت على المجاري مع البصرة، يعني ما يقدرون يسوون أنبوب جامع للمجاري إذا في شط البصرة؟ يعني هاي شركة النرجس وسهل العراق وغيرها اللي أخذوا تبليط، ولو الحمد لله مطرة واحدة بين الفشل، يعني مطرة واحدة فاضت البصرة. وأنا إن شاء الله عشمي بأهل البصرة إنه يوقفون معانا، لأنه هذا الموضوع هو ليست موضوع يخص الإنسانية، يخص أطفالنا، المسرطنات، الأمراض السرطانية جاي يزيد بأعداد فلكية في البصرة نتيجتها المياه ونتيجتها المحروقات النفطية والمصافي بدون رقابة دولية. وشكرا. السلام عليكم. اليوم البصرة جاي تنظلم من السلطات المتنفذة في البصرة. اليوم الناشطين جايين يظلمون من قبل أصحاب
المدراء أو غيرهم من المتنفذين من قبل دعاوى كيدية. اليوم سكات الصوت الحر، اليوم الدعاوى الكيدية مستمرة. إلى متى هذا الدعاوى الكيدية على الناشطين؟ مثلا صديقنا أحمد مهلهل وصديقنا عمار الحلفي اليوم انظلموا بالسجون بدعاوى كيدية من قبل السلطة المتنفذة في البصرة. بخصوص الخدمات، يا ريت مدراء مدير بلدية البصرة ومدراء القواطع في البصرة ينزلون ميدانيا للمناطق الشعبية ويشوفون شنو بيها من خدمات، مجاريها وين وصلت، بيها تبليط ما بيها تبليط، الأنقاض مالتها وين جاي تنذب. لا يخلون المواطن يشتغل ويصور وينشر لهم، ولا هم ينزلون ميدانيا ويشوفون العمل مالهم وين وصل. هل الأنقاض جاي تنذب بالشارع أما تنذب بالحاوية؟ أما أكو حاوية موجودة بالشارع؟ هذا كله ما موجود. يا ريت من مدير البلدية ينزل بنفسه ميدانيا، لأن المدير اليوم مكانه مو قاعد على ميز أو هو خلاص صار مدير وقاعد بالغرفة، لا، ينزل ميدانيا ويشوف عمله، هاي من مسؤوليته. اليوم المناطق الشعبية أكثر شيء جاي تنقص من الخدمات والمجاري. وبخصوص العمالة الأجنبية والعاطلين عن العمل في البصرة، اليوم الشركات الأجنبية جاي الشغل فقط أجانب، ما الشغل العراقيين. مثلا من تحتاج مهندس أو على حاسبة أو أي شيء تحتاج راح تدز على أجانب، ما الشغل. أما هذا هو هذا اللي طالبينه موجود عند العراقيين، عند البصراويين موجود. عندنا خير من الله بس ما يطلبونه من عندنا. اجتمعنا طبعا هذا اليوم في هذا التجمع الفاضل من عدة شخصيات وناشطين من أجل التكلم حول عدة ملفات، وهي ملفات مهملة جدا في محافظة البصرة واللي كانت لها وعود وموافقات ولكن لم تطبق. من عدة هذه الملفات، أولها مثلا الملف التلوث البيئي اللي هو مسبب لنا عدة أمراض وهي من أمراض السرطان، واللي اصلا ما لها كل علاج. يعني حتى اللي شخص اللي يصاب بهذا المرض بسبب التلوث البيئي اي علاج ما له ما متوفر داخل البلد. ومن الملفات الاخرى هو ملف العطاله والشباب العاطلين عن العمل. احنا يعني كانه نحاول انه نجد حلول لهذه الشباب من خلال مكافحة الإجرام والمخدرات أو الابتزاز الإلكتروني. شنو السبب اللي يخلي الشاب أنه ينحرف أو ينجرف لهيك أشياء؟ وهو سبب أنه عاطل عن العمل، ما إله كل دور، ما إله كل وظيفة على مود أنه يحقق مطالبه، أنه الآن من يلتجئ لهيك مواضيع، بحيث أنه هو من راح يتأهل وأنه راح يروح مركز شرطة وينسجن، راح بدل ما هو أنه راح يدخل مدمن مخدرات، إيش راح يطلع تاجر مخدرات؟ بسبب أنه مهملين من قبل الحكومة السابقة والحكومة المحلية. وأيضا من ضمن الملفات الأخرى وهي ملفات تكميم الأفواه. يعني إحنا كناشطين والمنظمات الحكومية أنه ما نقدر نتكلم عن حقوقنا، عن حقوق البصرة، عن حقوق المطالبنا، عن الأمراض السرطانية، عن الشباب العاطلين عن العمل. يعني دائما أنه نكون مظلومين بكلامنا. اليوم كان حضورنا مساندا لهواي قضايا تتعلق بالشأن البصري، منها تلوث المياه، الكهرباء، اليد العاملة أو تشغيل الشباب، تكميم الأفواه، ملفات هواي وملفات المستشفيات، ملفات الصحة. البصرة اليوم عندها خيرات
ولكن لم تحصل عن هذه الخيرات. اليوم قاعد البصرة هواي تعاني بملف المياه، تلوث المياه، ملف الصحة، المستشفيات بالبصرة متهالكة، ملف تكميم الأفواه والاعتقالات العشوائية، الاضطهاد بالسجون، نزع الاعترافات بالقوة، اعتقال شبابنا المتظاهر، أي واحد يعارض الحكومة المحلية والمركزية قاعد ينسجن بدون سبب، ملف الكهرباء اللي حوالي صار لنا 18 سنة بالعراق بصورة عامة وبالبصرة بصورة خاصة، هاي المحافظة القنية قاعد تتعرض لهواية اضطهادات من الحكومة المركزية، ملف المياه ملف مهم جدا، ملف المياه احنا انطينا تقريبا اكثر من 93 شهيد ب 2018 بسبب تلوث المياه، واليوم لحد هذه اللحظة على مرور 4 سنوات ما شفنا حل جذري. الحكومة المركزية مضطهدة البصرة، البصرة ينظرون لها بقرة حلوب، يأخذون من عندها خيرات ولكن لا يعطونها إلا شيء القليل. اليوم البصرة تعاني من عدة ملفات مهمة كلش، يعني قلت لك اليد العاملة اليوم بالاتفاق انه اليد العاملة 80% من الشعب البصري، ولكن اليوم نشوف الباكستاني والهندي وعدة جناسي قاعد يعملون بالمصافي والاقتصادات، وشوف ابن البصرة قاعد على طال بطال. تم احالتنا على التقاعد تولد 61 و62، تفاجئنا انه ماكو رواتب تقاعدية، ماكو مكافآت. لما سألنا وصلنا حد يعني وصلنا شنو السبب انه توقيفاتنا التقاعدية ما واصلة للتقاعد، ما نعرف شنو السبب. طرقنا جميع الأبواب، اي واحد ماكو حد يعني سنة وثمان اشهر تقريبا، هاي الشهر الثامن بدون توقيع. زين احنا ويانا مرضى السرطان اللي الأبرة مات المريض ياخذها ب80,000، هسه جاي ياخذها ب$400 سوق سوداء، ما عندها يعني الناس ما وصلت حد انه حتى يقعدوا اولادهم قعدوا بناتهم من الكليات، ما عندهم اقساط يدفعوها، ما نعرف. والله هي قيمه الفلوس كلها من 2009 ل 2019 33 مليار، ما نعرف وين راحت. يعني هذا السؤال يكون يتوجه للحكومه، للتربيه، للحكومه. التربيه تقول تجيني الرواتب بها نقص واسدد من صندوق التقاعد، والماليه تقول انا مسدده. ذنبنا انه احنا تربويين بمحافظة البصرة بس. نحن معلمو تربية البصرة، وحلنا على التقاعد منذ اكثر من سنة ونصف، وما زلنا ولحد الان لم تنجز معاملاتنا التقاعدية منذ اكثر من سنة ونصف، وحلنا بلا ذنب. لو وجدنا بانه وقفت المعاملات بسبب عدم تسديد التوقفات التقاعدية للمحافظة، كل المحافظات الجنوبية أو الشمالية أو الوسطى الكل قبض رواتبهم وأنجزت معاملتهم بصورة صحيحة إلا البصرة. لما جينا للصندوق أو المعاملات قالوا ننتظر شهر شهرين سنة بلا معاملات. طلعنا مظاهرات وهتفنا أمام المحافظة وأمام التربية لكن لا جدوى من ذلك. عندما أمطرت لمدة ساعتين فقط فاضت البصرة، وشوارع فاضت تماما، وعوائل وبيوت كان ما قدر ما يطلع من بيته. لماذا هذه الإهمال؟ لذلك السبب احنا صورناها حقيقة وأرسلناها إلى الجهات المعنية لنعرف ما هي الأسباب. كان يفترض أن يكون هناك تخطيط استراتيجي مهم لأبناء مدينة البصرة، وبعد ذلك يبدي بها الإعمار. الآن البصرة صرفت عليها مليارات الدولارات، أين صرفت؟ المشاريع الاستثمارية فقط مثلا أو المشاريع السكنية فقط، وإنما البصرة بحاجة إلى بناء بنية تحتية بالكامل، وعليه نعتبر اليوم هذه أول خطوة باتجاه الصحيح، وأول خطوة لإنذار بعض الجهات المسؤولة بعدم الاهتمام بأبناء البصرة ومحافظة البصرة. اليوم ماكو كل دور من قبل الجهات المعنية، من قبل دوائر البلدية. اليوم المناطق الشعبية لا بيها رقابة لا بيها متابعة. احنا اليوم مو فقط الشارع العام نجمله وننظفيه ونحطه إنارة، اما اليوم المفروض هناك متابعة من قبل الدوائر البلدية، من قبل قواطع الدوائر
المعنية تدخل للمناطق الشعبية وتشوف شنو نقصها، شنو اللي المجاريها، شنو الانقاض مالتها، وين جاي تنذب. اليوم احنا هاي جاي ننقصها كلش. اليوم الهسانة خلي يجي شخص من شعبة الخليج العربي ويدخل المنطقة الحيانية ويشوف شنو الانقاض بيها، شنو اللي المجار مالتها، ويشوف شنو حاويات ماكو اصلا. العالم جاي يذب الزبالة بالشارع.